الله عليه وسلم رجع مرة من بعض أسفاره، كان مسافر فرجع. في أثناء العودة نزل على رجل في الصحراء فأكرم هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جئت المدينة فأتنا، إذا زرت المدينة تأتيني. قال: نعم. بعد مدة خرج هذا الرجل من الصحراء، توجه إلى المدينة النبوية ودخل المدينة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام غاية الإكرام، أكرم هذا الرجل. فلما أراد أن يرحل هذا الرجل ويعود إلى دياره، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، يعني اطلب ما تريد. وكانت هذه الكلمة سل حاجتك هي أغلى ما يتمنى الصحابة رضي الله عنهم. قالها مرة الربيعة بن كعب فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. ولما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون معهم، مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: أنت منهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتمنون هذه الكلمة، أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقام هذا الرجل في هذه الفرصة النادرة في هذا المقام العظيم، الصحابة رضي الله عنهم ينظرون، قال: يا رسول الله، أسألك ناقة أركبها وماعز يحلبها أهلي، فقط ناقة ومجموعة من الماعز يحلبها أهلي. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم من ضعف طلب الرجل، ضعف همته. الناس يطلبون جنة عرضها السماوات والأرض، أو يطلبون أمرا عظيما حتى في الدنيا، أمر دنيوي. أبو سفيان بن حرب بعد غزوة حنين أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. قال: يا رسول الله، ابني يزيد 100. قال له: 100. قال: ابني معاوية 100. قال له: 100. في لحظة واحدة 300 ناقة لأبو سفيان بن حرب وأبنائه. وهذا الرجل لم يطلب أمرا عظيما لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لائما له، لائم لهذا الرجل على ضعف طلبه وعلى ضعف همته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم، أول مرة يسمعون بهذه الكلمة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرحل بقومه قالوا له: يا موسى، إن يوسف نبي الله يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نرحل حتى نأخذه معنا، نحفر قبره ونأخذه معنا. فقال موسى عليه السلام: فمن يعلم موضع قبره؟ من يعرف مكان قبر يوسف؟ قالوا: لا يعلمه منا أحد، ما في أحد يعرفه إلا عجوز منا فقط من بني إسرائيل. فجاء بهذه العجوز إلى موسى عليه السلام فقالها: دليني على قبر يوسف. فقالت هذه العجوز: لا والله، والله لا أدلك على قبره، والله لا أدلك على قبره حتى تعطيني سؤلي، تعطيني ما أريد. فقالها: وما سؤلك؟ قالت: أنا أكون معك في الجنة. ليس همها فقط تدخل الجنة، لا، تكون مع موسى والأنبياء في الجنة، في أعلى الجنة. فكأن عليه السلام تردد أن يدعو لها بهذا الدعاء، هي فقط تخبرهم بمكان القبر وفي لحظة تكون في أعلى الجنة مع الأنبياء والرسل. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل لها: أنت رفيقتنا في الجنة. فقالها موسى: أنت رفيقتنا في الجنة. فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقع ماء، قالت: انزحوا الماء، فنزحوه، ثم قالت: احفروا، فحفروه، فاستخرجوا يوسف عليه السلام.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على الهمة العالية، يحث الصحابة رضي الله عنهم على الهمة العالية. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره استفسافها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألت في الدعاء، حتى في الدعاء، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. ولذلك لابد